مرحبا بكم معنا. اليوم غادي نتسارعوا في الفيلاج ديال تفنيد اللي جا جنوب مدينه اكادير. كاين شي حوت الرئيس؟ كاين. شنو موجود هنايا؟ كاين الحوت، كاين الزيت، كاين الكرامه، كاين السبيه، كاين البنيت، كاين الصنور، كاين اوراق. وشنو الشوايه؟ الرايه، الشوايه. لا الحوت ديال الشوايه كتكون ديك الشوفريت، الشوفريت الباجو، كلشي الشوايه مزيان. كيجيو الناس شويه هنا بالتحديد؟ كيجيو هنا الناس، قلت لك من سميتو، كيجيو صحاب الدار البيضاء، صحاب الرباط، صحاب سميتو، صحاب وجده، كيجيو الناس هنا، صحاب مراكش. كتعجبهم الدنيا هنايا؟ بزاف هنا كيجيو السياح، بزاف هنا كيجيو، كيجيو التوريست هنا بزاف. كيخيموا ويشبعوا حوت. كيجيو هنا كاع المنطقة كيجيو هنا بزاف، كيشتروا الحوت مزيان مخير، ثمن مناسب مزيان. ياك؟ أيه. واللي بغى يخيم بعد يخيم فين؟ يكري دويرات هنا؟ كيكري المحل هنا 50 درهم 100 درهم في النهار. الفيلاج ديال تفنيد فيه واحد من اجمل شواطئ المغرب، اون بوتيت بلاج سوفاج كي دابخي لي سيرفور اي ان بون سبوت. هاد الرحله اللي اقترحت عليكم اليوم غادي يمكن لكم ديروها انطلاقا من مدينه اكادير. نتمنى انها تكون عجبتكم، نقول لكم نتلاقاو قريب دون ماروك جيم.